النهارده المباراه كنت بتكلم معاك امبارح، صعوبتها انها كانت بادئه في الجزء الثاني، وكان طبعا الظروف مختلفه تماما عن المباراه الاولى. هل بعد مباراه النهارده وبعد الانتصار الامور هديت خلاص؟ لا، انت طبعا احنا بنحمد ربنا طبعا على ان انت ان احنا كسبنا الماتش وخدنا 3 نقط مهمين جدا. بس هو فعلا الماتش كان غريب، يعني الماتش غريب، الاحساس كله غريب. انت ما حسيناش بحاجه، يعني طلعت من اوضه اللبس اول ما الماتش بدا، طلعت فوق حسيت مفيش ادوب شويه، خلاص الماتش خلص. صح، هو الموضوع كان ده حرام. الموضوع حصل كان صعب. اتفضل اتفضل يا كابتن. حصل فعلا لينا احنا كمان كمشاهدين، يعني صعب. هو بص، حاجه صعبه جدا. حتى قبل الماتش لما كنت بتكلم مع كابتن ميدو سلامه الحكم، فكان بيقول لنا على اللي هيحصل، يعني اللي هيتم، هنلعب في انهي حته، والماتش هيبدا بانهي شكل، من الكره في رمي التماس مع سموحه، وهو هيرجعوا لكم الكوره يعني من مكان ما انا هنا بالظبط في حالتها كذا. فكان بيدينا التعليمات. هو حتى كان بنتكلم ان احنا لازم نساعد بعض النهارده، لان النهارده طبعا هو موقف غريب علينا كلنا، اول مره يحصل عامه عندنا، فلازم كلنا نساعد بس في بعض. فخير يعني، هقول لك الحمد لله خير، توفيق ربنا، كرم ربنا علينا، واللعيبه الحمد لله يعني عملت اللي عليها بفضل ربنا. يعني بعد انتصار اليوم في اي تصعيد من اي نوع؟ ولا خلاص كده الصفحه اتقفلت في الموضوع ده تحديدا، موضوع استكمال المباراه؟ بص، ده قرار مجلس اداره، ده مش قرار يعني. طبعا هو قراري هقول لك انا هعمل ايه، لكن هو مش قرار. انا طبعا هو قرار مجلس اداره، فمجلس اداره هو اللي هيقرر يعني.